استمرار وتميز جديد للكورة، وأعتقد نجم بقيمة سلمان الفرج اللي ظل لسنوات في وجهة نظري مظلوم إعلاميا، يستحق أن يظهر هذا الظهور. سلمان المختلف، سلمان من سنة إلى أخرى يزداد الوهج داخل الملعب، في كل محطة جديدة نشوف سلمان مختلف بحديثه، وخلنا نقول تحديدا الحديث اللي كان دائما يلي مباريات المنتخب، ورانا شخصية مختلفة، خلانا نشوف أن الشارة اللي على كتف سلمان الفرج مش قطعة قماش محطوطة، بالعكس هو اللي ازدانت بسلمان الفرج، بعقليته، بفكرة، بأهداف اللي راسمها لنفسه. شدني كثير كلامك وبوجود أنه أنا بشوف سلمان الإنسان. مهم جدا أنك تعرف أنه اللاعب اللي تشوفه في الملعب، استمرار التوهج، استمرار النجومية، لها أسرار خارج الملعب ما حتكتشفها إلا من خلال عقليته. سعيدين في الكرة السعودية أن يكون عندنا سلمان الفرج. في كل مرة يعني خلينا نقول كلمات الثناء تجي ما تهزه، هو سلمان الحريص، سلمان اللي منعكس. قلة ما تجد في الأندية المتنافسة لاعب محبوب من الأندية الأخرى. سلمان محبوب من الجميع، لا تأثير على زملائه، كلنا خلينا نقول لك تشوق ان احنا نشوف صراحه هذه الحلقه. شكرا بوجود، شكرا لفريق كوره، دائما تسعدونا بمحطات مختلفه.